طرق لك مواضيع صراحة لو ما ذكرناها وما أبدا اعتبرناها في الذكر لما أصلا دخلت في حياتنا. المفروض احنا نطرح أغلب المواضيع بطريقة علمية طبعا، يعني مواضيع القضايا الاجتماعية القضايا المختلفة يجب طرحها وإبرازها للمجتمع حتى تكون نعالجها قبل حدوثها، لأنه إسكات القضايا بيؤدي بالنهاية إلى تفاشيها وانفجارها بالمجتمع. مواضيع لازم تنطرح في الجامعة مثل السياسة مثل التطرفية لازم تطلع بالجامعة، أوكي هو يعني مكان ثقافي وتوعوي بس في أشياء لازم ما نحكيها كثير. المواضيع ما لازم نطرق لها في الجامعة هي المواضيع الحساسة والدينية والطائفية، مواضيع اللي بتكون خادشة للحياة وخارجة عن الفطرة، وفي بيت يعني نحكي فيه في هاي المواضيع مش لازم تكون موجودة بالحرم الجامعي. ومعنا أستاذ علم الاجتماع الدكتور محمد الجريبيع. صباح الخير دكتور محمد وأهلا وسهلا بك معنا. صباح دكتور الخير. هل تعتقد بأنه فعليا يجب أن يكون هناك ضوابط وخطوط حمراء بالتعليم بشكل عام سواء بالمدارس أو حتى بالجامعات؟ شكرا ستي وصباح الخير، وصباح الخير لكل مشاهدين قناة المملكة. أنا أعتقد أنه إحنا بوجود هالعالم الإلكتروني ما ظل ضوابط ممكن نحكي فيها دائما، لكن بتبقى الجامعات والمدارس هي مؤسسات تعليمية مضبوطة بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات وإلى ذلك. ثانيا أنه كمان أنت تحكي عن مؤسسات هي مرتبطة، مؤسسات مرتبطة بالدولة، وهي المؤسسات التعليمية كان زيها زي أي مؤسسات أخرى لها أهداف، مجموعة من الأهداف تسعى إلى تحقيقها، وبالتالي هي مرتبطة بمجموعة من الضوابط ومجموعة من القوانين والأنظمة التي تحكم سير العملية التعليمية وتحدد طبيعة المواد اللي ممكن تدرس فيها. هذا واحد. اثنين، احنا لما نتحدث دائما عن قضية الحرية حتى بالتعليم، احنا نتحدث القضية الجدلية التي صارت واللي صار في عليها نقاش طويل جدا ومبارح صار في الحكي كثير عليها ما بين ما هو مؤيد وما هو معارض لهي الفكرة. انا بقول دائما طبيعة المادة التعليمية مرات تفرض عليك ما هو الذي يطرح فيها. انا عندما اطرح قضية معينة يجب ان اسال حالي سؤال تمام، الجامعات كجامعات كمؤسسة تعليمية ما هو هدفها؟ المادة التي أنا أدرسها ما هو الشيء الذي أرغب أن توصيله إلى هذه الطلبة؟ وبالتالي تحدد هذه المواد المواضيع والتي يمكن أن تدرس داخل غرفة الصف وداخله. اثنين، لما نحكي عن تابوهات، أي تابوهات نتحدث عنها الآن؟ في يوم من الأيام كانوا يعلمونا ثلاث تابوهات ما بنحكي عنها، الدين، سياسة، القضايا الجنسية. الآن أصبحت جامعاتنا الأردنية بالذات تحديدا هي مكان للأحداث السياسية، وبالتالي السياق العام والتغيرات والمناخ العام هو يفرض طبيعة الأحداث التي يمكن أن تناقش داخل الجامعات. نعم. طب فيما لو دكتور تم الحديث عن هاي التابوهات الثلاثة اللي حضرتك تحدثت عنها، ما الذي سيحدث؟ يعني هناك دول كثيرة حول العالم تتحدث عن هذه الثلاثة أمور. صح. والحياة طبيعية جدا، لماذا لا يتم التعامل مع هذه المواضيع بشكل اعتيادي؟ شوفي، احنا اول شيء بدنا ناخذ بعين الاعتبار المقاربات او المقارنات ما بين المجتمعات في العالم ومجتمعاتنا العربيه والاسلاميه دائما مختلفه تماما، ولا تجوز المقارنه لان طبيعه ثقافه المجتمع مختلفه، طبيعه النظام الاجتماعي، النظام السياسي، النظام الاقتصادي، كل هذه الامور تلعب دورا اساسيا في طبيعه تطورات المجتمع. المجتمع الاردني هو مجتمع فتي، مجتمع متطور، مجتمع متعلم، نسبه التعليم فيه عاليه، وبالتالي قد يكون المجتمع الاردني متقبل لطرح بعض التابوهات والحديث فيها أكثر من بعض المجتمعات العربية الأخرى. نعم. يعني نعم. لكن دائما كيف تطرح هذه القضايا وما هو السياقات العامة التي تطرح فيها وما هي القضايا؟ أنا أعتقد في قضايا إشكالية زارت، يعني القضية الجدلية التي صارت في إحدى في الجامعة الأردنية وصار الحديث عنها، أعتقد أنه في ثلاث أشياء أساسية ساتة: المناخ العام، المناخ السياسي، المناخ، طبيعة المزاج العام مرات تحتم طبيعة هذه الظروف، وبالتالي نستطيع أن نطرح ما نريد من هذه الجامعات ولكن وفق أسلوب معين وبالمكان المناسب وبطريقة علمية فيها طرح علمي ويتناقش ضمن أسس علمية معينة. ولكن أن تطرح هذه القضايا وأن تصبح هناك حرية مطلقة بالجامعات أو بمكان آخر، أعتقد والأحداث السياسية التي صارت بالعالم الآخر شيء، إحنا شفنا طلبة جامعات عريقة ببعض الدول العالم كيف ضبطت الحرية فيها عندما أصبحت هذه الحرية تهدد الأمن المجتمعي والأمن السياسي والأمن الوطني وتهدد حياة الطلبة. نعم. دكتور، من بعض الآراء اللي تابعناها بالتقرير قبل قليل، أحد الطلاب تحدث وقال بأنه في بعض الأمور وبعض المواضيع إذا لم نتحدث عنها ستصبح غير موجودة في المجتمع. هل هذا صحيح؟ هل فعلا هل هناك مواضيع إذا تم
تجاهلها تصبح غير موجودة ولا تصبح موجودة ولكن تحت الطاولة؟ يعني هو دائما طرح المواضيع سلاح ذو حدين. طرح الموضوع قد يكون سلاح، وعدم طرحه أيضا هو سلاح، وبالتالي يجب الاختيار الطريق الأفضل كيف أنا بختار الموضوع وأطرحه ضمن منظومة، مجموعة من المنظومات ومجموعة من القيم التي تحكم مجتمعي. وبالتالي أنا مع طرح دائما كل المواضيع، وإحنا لما نحكي دائما الجامعات حتى المؤسسات التعليمية ستة الآن تغير دورها، ما أصبحت ناقل للمعرفة، أصبحت هي ليس فقط ناقل المعرفة، أصبحت هي طريقة تعلم أبنائنا وتعلم طلابنا كيف يمكن التفكير بهذه القضايا. وبالتالي أنا مع طرح كل القضايا ولكن ضمن سياقات محددة، ضمن إطار محدد، ضمن مواد محددة، ضمن إطار معين وبأسلوب علمي 100% حتى نستطيع أن تكون هذه المواضيع نطرحها بأسلوب علمي بالهدف منها إيجاد حلول منها، والهدف إيجاد وعي ومعرفة بكيفية التعاطي معها. لأنه كمان إحنا كمؤسسات تعليمية لا يمكن أن نغلق أذاننا وعيوننا عن بعض القضايا، وهي الآن أصبحنا إحنا لا حرية أمام المجتمع الافتراضي ووسائل التكنولوجيا اللي متطورة الآن التي أصبحت تغزو حتى أبنائنا، ولكن ضمن إطار معين يجب أن تكون هناك سياسات واضحة بالتعليم، ما هي الأشياء التي نسعى إليها وما هي الأشياء التي نسعى أن نعمق ونعزز الوعي لدى أطفالنا وشبابنا بهذا الموضوع. نعم، فبالتالي يجب أن نتحدث بكل المواضيع لكن بطريقة بتناسبنا كمجتمعات عربية وضمن سياقاتنا ضمن مفهومة التدري. شوف إحنا بمجتمعاتنا في ثلاث قضايا تحكمنا، الدين والعرف والقانون، مظبوط؟ طبعا لما تحكي أنت عن أي مؤسسة تعليمية هناك مجموعة من القوانين، طيب فأنت لما تحكم بدك تأخذ تأخذ بعين الاعتبار الثلاث قضايا التي تحكم سلوكياتنا كأفراد وسلوكياتنا كمؤسسات، اللي هي القانون والدين والأعراف والعادات والتقاليد. وتعرفي بمجتمعاتنا الشرقية مرات أن نحن نقدم الأعراف على الدين وعلى القانون للأسف، يعني يعني بالضبط هي المحرك لسلوكياتنا، وبالتالي نحن نفهم ثقافة المجتمع ونفهم السياق العام والجو العام والمناخ العام. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور. كان معنا أستاذ علم الاجتماع الدكتور محمد الجريبيع، شكرا جزيلا لك دكتور، يعطيك العافية. شكرا.